فخليكم معانا من غير شرح كده بهدوء، بس هو حد ينام مننا. One, two, three, four. خلي دي المين لايرز، شيفت، ريموف، بريس شيفت، ريموف، بريس شيفت. خلي لاير جروب للفيلوسيتي ولاير جروب للساند اند سيلت كونسنتريشن. ولاير جروب للكلي كونسنتريشن. لايرز جروب للسسبندد ماتيريال. لاي اوت فيو فايل بيج سيت اب اي 4 لاندسكيب. لاحظ لما بختار اللاي اوت بيصبح هنا كلمة layers in bold، يبقى دي المجموعة اللي انا شغال فيها. لو اخترت ال velocity layout تصبح دي bold. لما بختار دي يبقى شغال في suspended material layout. ابدأ انسق اللاي اوت بتاعي، ارتبه. اقف على الفيلوسيتي لاي اوت ومشط النت فيلوسيتي، زوم تو لاير، كولابس، ساند كونسنتريشن لاي اوت، رايت كليك واقول له زوم تو لاير. دي سسبندد ماتيريال، رايت كليك اون ذا لاير، زوم تو لاير، concentration of clay. Save the file. الو صحيح، ممكن اعمل جريد لواحده بس منهم الهايلايتد.
هنا اليونتس بالمايلز، انا عايزها ان كيلومتر، دبل كليك على السكيل بار، خلي الديفيشن يونتس كيلومتر، اوكي. ناو درو تول بار، كنترول سي كنترول في، كوبي اند بيست، كنترول في كنترول في اجين، رايت كليك على البروفايل جراف تايتل، وخش على ادفانسد بروبرتيز، وراجع الاكسرسايز اللي خدنا فيه ازاي نجهز الكورس سيكشن داتا، اعمل عليه رايت كليك، قول له اد تو لاي اوت، كنترول سي كنترول في، وممكن بالمثل تعمل اللونجيتودينال سيكشن للفيلوسيتي وللكلي ديستريبيوشن وللسسبندد ماتيريال كونسنتريشن. كده بيكون انتهينا من الاكسرسايز. ان شاء الله في الحلقه القادمه هناخد ازاي هاو تو كالكوليت ذا توتال اماونت اوف سسبندد ماتيريال ان اور زون، فشو فتابعونا.